معكم خديجة المرضي، بطلة مغربية إفريقية وبطلة أولمبية وحائزة على عدة ألقاب في وزن 75 كيلوغرام، منها بطولة إفريقيا كانت في سودافريك، بطولة تورنوا في ألمانيا حائزة على فضية، وتورنوا في صربيا، تورنوا في بلغاريا، أوكرانيا. كتعرف المهم يا خويا حمودي، انت اول واحد دار ليا الانترفيو في المسيره الرياضيه ديالي. الوالد ديالي كان ملاكم، حببني في هذه الرياضه اللي ما كانوش الوالدين ديالي باغينها، والحمد لله بينت لهم على القوه ديالي وبينت لهم على الشجاعه ديالي في هذه الرياضه، بانني باغا ندير فيها شي حاجه. المراه المغربيه معروف عليها بانها مقاتله وكتحدى الصعوبات، وخصوصا في هذه الرياضه ديال الملاكمه شويه يعني كتعرف غير انها رجاليه وصافي، ما العيالات المراه ما كت قليل اللي كتكون ملاكمه، ولكن الحمد لله دابا كثرت رياضه الملاكمه في المغرب، ولو زادوا فيها تحسنت على ما كانت الحمد لله بالفضل كيرجع للجامعه الملكيه اللي كيترأسها السي جواد بن الحاج ورئيس الجامعه والاعضاء المدير التقني محمد البربوشي، والحمد لله اللي زادوا بالرياضه ديال الملاكمه القدام. ذكرى المراه المغربيه الا بغات شي حاجه راه تديرها، الحمد لله يعني بالزوج ديالي كنفضل كنرجع للزوج ديالي اللي خلاني، يعني كون ما خلانيش راه ما غنكملش، ولكن الحمد لله بينت لي بلي راني قادره نفرق ما بين هكا وهكا، ما بين الرياضه ديالي والاسره ديالي، حيت تبع عندي الجبنيات الهام عثمان وفطم زهراء عثمان، هما سبب السعاده ديالي والعائله ديالي، الزوج ديالي، الاب ديالي، الحمد لله يعني بالفضل ديالهم هما انا خديجه المرضي ديما القدام، واصدقاء الجيران، الحومه ديال يعني الناس اللي كيبغيو المرضي خديجه، انا كنقول لهم غنحقق داكشي اللي ما حققتوش في الاولمبياد ديال 2016 غنديرهم في 2020 كما وعدتهم في 2016 باللي راني غنكاليفيو، كاليفيت مشيت الاولمبياد، وعدتهم باللي انا نجيب ميداليه وما يسرش فيها الله، ولكن انا كنوعدكم عاوتاني باش غنكاليفي ان شاء الله لي جو اولمبيك ونمشي الاولمبياد في الوزن ديال 75 كيلوغرام ونحقق شي ميداليه ان شاء الله، علاش لا، نتقاتل على الذهبيه علاش لا. اش غنقول لك، انا ديما هكا وما غنتخلاش وغنتحدى اي حاجه، غنتحدى الصعوبات كامله باش غنحقق الحلم ديالي وحلم ديال الوالده اللي توفات وهي كتشجع بنتها، يعني هذيك بعدا ديك بوحده اللي كانت في مراكش في كومبيتيسيون ديال محمد السادس الله ينصرو، يعني باش توفى الام ديالك في المدرجات وتقول لك بنتي فرحيني الله يفرحك وتحققي داكشي من بعد الموت ديالها والغد تلعبي، راه ماشي ساهله، وانا على قبلها باقا حتى هي يعني ماشي باقا في الدين ديالي ديما، لا في لونتر في التدريب لا في الفوتينغ، يعني كنكون غدا خدامه ها كنجري فوتينغ كنتفكرها، يعني خاصني ندير شي حاجه اللي تايا نفرحها، يعني ما هي كتعطيني واحد القوه، كتعطيني واحد القوه، يعني كنتفكر فاش كتسناك في الليل مع 11 تسناك في اي وقت كتسناك، يعني بالها معاك كتسناك، تصور عند كتمشي عند الغارديان قاعد تسناك تسنى في بنتها تجي من لاصال، يعني ام بصفه عامه، المراه بصفه عامه، لا الاخت لا الزوجه لا الام لا الجده لا الخاله لا العمه، صراحه الام بلاصتها في المجتمع خاص القيمة ديالها ديما تكون الفوق، عمر المرأة ما تهان، عمر المرأة يعني ما تستهزأ بها ولا تقول هذيك امرأة، لا المرأة فيها قضية، فيها بطلة أولمبية، فيها رئيسة محكمة، فيها يعني فهمتيني، كاينين بزاف ديال المجالات اللي المرأة متترأسهم، اللي غيترأسهم الراجل كترأسهم المرأة، علاش المرأة حنايا غنستهنوا بها ما نستهنوش بها، المرأة قوية وغتبقى ديما قوية، والمرأة المغربية والمرأة العربية وبصفة عامة المرأة في العالم قوية. بالمناسبة ديال 8 مارس كنقول للمرأة أنها تحافظ على
القوة ديالها والشهامة ديالها والثقة في نفسها، لأنها قادرة تعطي شحال من حاجة لبلادها والمجتمع ديالها بصفة عامة للعالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.